فطبعا الفكره في الاول وفي الاخر ان احنا محتاجين نرجع مع نفسنا لاصول وقواعد الدين ونسمي المسميات. يا بنات اسمعوني، ما تسمعوش الكلام ده حبيبتي. انت عارفه لما ياخدك ويقول لك انا اقعد معاكي واسكن معاكي فتره، وبصوا انا مش عايزه اقول ان ده مش موجود، ومش عايزه انشر واقول ده كذا عشان ما بقاش بشيح حاجه، لكن متعرف عليه والشباب فاهمين اللي انا بقوله ده، متعرف عليه. لو انت رايح مصيف مش عارفه فين، مش هوصف اماكن برضه، ولا في المكان الفلاني وكذا، ها انت عارف، والشقه وانتوا شباب واحد، استغفر الله يا ابني. طب ده يقول لك ايه، اصل دي بتاع معصوم، هتوب من الله اعلم كبيره، ولا تتوب حتى يتوب الله عليك، محتاجه توبه صادقه نصوح لله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب ده. انتوا عارفين عقوبه الزنا ايه؟ شفت عقوبه الزنا للمحصن؟ كل خليه في جسمه تتالم رجل، والتاني جلد برضو، كل خليه استمتعت في الحلال استغفر الله استمتعت في الحرام تجلد. وليشهد عذابهم طائفه من ولا تاخذكم بهم رافه في دين الله. ليه؟ خلط انساب واعراض وكارثه وضياع حقوق، وبعدين ياخدك يرميكي بقى انت وعاء جنسي، متعه جنسيه فقط، وفي الاخر ايه؟ لا خلاص احنا مش عارفه فين. يا جماعه اتقوا الله، اتقوا، اقسم يمين بالله علامات الساعه، ودي من علامات الساعه، 6 عقوبات، وارجعوا للحلقه دي تاني. عندنا عقوبات للزنا، بصوا كده يلقى أثاما. قبل أثاما في حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام كان معدي في رحلة الإسراء والمعراج، فلقى ناس واقعين في حفرة، الأسفل الحفرة دي تنور، يعني فرن، أسفل الفرن التنور دوت واسع، وأعلاه فوهة ضيقة كده، والنبي عليه الصلاة والسلام شوف النار تخش في فروج ناس عراء، اللي موجودين في الحفرة دي عراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشوف النار تخش في فروج الفرج، يعني مكان العفة اللي زنى بيه، تخش في الفروج، فالنار تفور بيهم، يطلعوا لحد الفوهة الضيقة اللي فوق، وبعدين النار تقع تاني، وهكذا. من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال ايه سيدنا جبريل؟ هؤلاء الزناة والزانيات والعياذ بالله. ده في التضييع ذنبهم في اليوم القيامة، أثامة يضاعف له العذاب. تعالوا نجيب الآية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الأولاني إيه؟ الشرك بالله. شو جايب الزنا مع إيه؟ مع الشرك بالله. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، القتل بعده، ولا يزنون، سب بقى كده، ومن يفعل ذلك، ده توكيد للفعل، يلقى أثاما. وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم 40 مرة في اليوم، 40 مرة في اليوم. ليه؟ من شدته، من نتنته، قولوا لهم النار، انتوا عذابكم النتن اللي طالع منكم، اللي هي طينة الخبالة، الصديد والقح اللي بيطلع من أثاما، هي طينة الخبالة، شراب أهل النار والعياذ بالله. يقول لهم أهون علينا النار ولا أهون اللي احنا ديت؟ والعياذ بالله. ليه يا جماعة؟ ليه؟ يقول لك ايه، اصلا مش عايز الجواز التقليدي. انتوا بتكرهوا الناس في زواج الشرع المحترم، واحنا مش ضد انك تتجوز على عماكي، احنا ما تتجوزي على عماكي ليه ما يجي وتقعدي وتقابليه مره واثنين، وهو نفس الكلام يقعد معاكي مره واثنين، وفي وجود الاهل وتشوفه وتساله وتستخيره وتستشيره. لكن ان انا احلل مسكنه وزنا واقول هو دوت الامر، لا والله لا ارضاه، والله لا ارضاه، والله كمان مره، ولا يرضاه الله عز وجل ولا دين من الاديان. يلقى أثاما، يبقى اول حاجه التنور ويفور في الفروج ويطلع، ادي اول عذاب. تاني عذاب أثاما والعياذ بالله، يضاعف له العذاب. تشهد عليهم اي السنتهم وايديهم ورجلهم وينطق الفرج زنيت. استغفر الله. وبعدين يجي ايه؟ اقتصاص الحسنات عند القنطره، يجردوا من حسناتي، من الزنا يجرد من حسناتي والعياذ بالله. ليه بقى كده؟ ليه انت تقعد في هذا في يعني في عقوبة الله سبحانه وتعالى لا ينجيك منها إلا بتوبة صادقة. النقطة الثانية، لو أنا في الدنيا، ها، فقر، الزنا يورث الفقر،
الزنا يورث الفقر، يجعل الفقر بين عين، يمحى البركة، ضيق في النفس، لأن معصية كبيرة من الكبائر، معصية أنت بتعمل فيها إيه دلوقتي؟ ما أنتش قادر، صدرك ضيق كأنما يصعد في سماء من المعصية. أقسم بالله ثالث حاجة، ولن يكفيك حريم الدنيا كلها، ولا تشبع في الحرام، يأبى الله إلا أن يضع إشباع الحلال في الأمر اللي قاله ربنا، وهو شكل واحد، شكل اسم الزواج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده. وتبقى مش قادر ولا تكفيك 100 ست. طب وبعدين؟ وبعدين ادي عندك فقر وعندك ضيق في النفس وعندك خنقه وعندك سواد في الوجه، لانها معصيه كبيره، سواد في الوجه والعياذ بالله. كل ده، كل ده واللي احنا بنقوله دوت، ولسه الناس عماله تتكلم لسه في زنا ومش زنا وكلام فاضي. يقول لك مساكنه، ده هيرميك. او طب وبعدين افرضوا ما ارتحتوش، خلاص فين كرامتك يا بنتي؟ فين كرامتك يا بنتي؟ حاجة من الحاجات العجيبة اللي الواحد بيشوفها، حتى يعني بيقول يعني ازاي واحدة ترضى على نفسها المهانة بالشكل والذلة دي، وبعد ما خلاص ما انتش عاجباه يبقى خلاص ما احناش مكملين، وخد منك اللي هو عايز. والله اقسم بالله حتى لو اتجوزها جواز عرفي والله حتى لو بيقعد فترة يقول لا لا خلاص، وتبقى حملت منه مصيبة سود. مش اقصد الجواز اللي بيبقى عنده محامين واحضره من الاهل وهكذا وهكذا، لا انا اقصد الامر اذا وقتك نفسي تزوج. سلام عليكم، مع السلامه، بدون شهود، بدون ولي، بدون اي حاجه، ودوا ده زوج مره الا بولي. يا جماعه يا جماعه، يعني انا عايزه الدعوات ديت الناس مش بس تسمعها، او الناس بس وكده ما احنا عارفين انه غلط، لا اجهروا بقول الحق، وان ده حرام، وان ده امر لا يرضى الله سبحانه وتعالى، وانتوا عايزين تهدوا في الاسره ايه اكتر من كده؟